شيخنا مشهور حسن حفظه الله في التسعينات تعب على أحد طلبة العلم، تعب، وهذا التعب يعني كنا نغار، يعني كنا صغارا صح، كنا نغار كم يهتم الشيخ. طبعا كان الشيخ ناصر هو المهيمن على الساحة صحيح، بس الشيخ مشهور برضه له مكانته. كنا نغار من اهتمام الشيخ بهذا التلميذ، والمفاجأة أن هذا التلميذ بعد ذلك لم يعد يجالس الشيخ، ولم يعد يحضر دروسه، ولم يعد يلتقي به. طب شو يا أخي، شو في الشيخ أصيب بصعوبة، تلميذ أنا أتعب عليه كل هذا ويترك وينقلب. المفاجأة الشيخ ذهب وحقق كتاب العزلة لابن أبي الدنيا، ما بيعرف يترك التحقيق طبعا الشيخ، فذهب فحقق كتاب العزلة. لما؟ لأن طريق الدعوة إلى الله وتعليم الناس لابد أن تفهم أنك ستجد صعوبات، وفي النهاية قد تتفاجأ من تلميذ لك يتكلم عليك. شو السبب؟ ما في خير، ما في خير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. شيخ الألباني رحمة الله عليه كان في مكان ولا يعرفه كثير من الناس ولا يستفيد منه، ومن هم خارج الأردن يسأل عنه ويتمنى رؤيته فقط. شو السبب؟ أن هؤلاء ما فيهم خير. يا جماعة تنبه، أن الشخص المقبل على العلم فليحمد الله وليعلم أنه يسير في طريق الجنة، وليعلم أن فيه خير. وما السبب في انقطاعه عن العلم؟ فليعلم إخواني في الله أنه بسبب هناك شيء عنده منعه من طلب العلم. ولذا انظر من الأسباب التي تمنع من الاستمرار في طلب العلم، العجب. العجب